التعلم عن بعد في تحسن مستمر، وهي ضرورية في ظل آخر تصريحات الحكومة اللي تفيد بأنه الأوضاع الراهنة قد تكون مستمرة لوقت طويل. للحديث أكثر عن تجربة جامعة البلقاء التطبيقية تحديدا في التعليم عن بعد، معنا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي. يسعد مساك دكتور. يا مساء الورد، هلا فيك. هلا بيك دكتور. يعني بداية لنتحدث عن تجربة التعليم عن بعد، كيف تسير؟ هل لديكم طريقة لمعرفة أو لمعرفة أعداد الملتزمين في هذه العملية؟ أولا شكرا لكم وشكرا لإدارة القوات المسلحة على هذا الاتصال الطيب. موضوع التعليم عن بعد الآن هو يعني ليست خيار ورفاهية، إنما هي تنفيذ التوجيهات صاحب الجلالة. نعم. والذي وجه فيه من أول يوم بأنه إحنا يجب أن نقدم تعليم يليق بأبنائنا. وأنت تعلمي بأنه هذه الأزمة أصبحت أزمة طارئة ومفاجئة للجميع بهذا هذه الفترة من تعليق الدراسة وعدم تلقي أبنائنا طلب التعليم اللي تعودنا عليه، التعليم التقليدي. نعم. فبالتالي لابد للجامعات ومنها جامعة البلقاء التطبيقية أولا أن تنفذ توجيهات جلالة الملك، أن تنفذ خطة الحكومة، أن تعمل جاهدة لتقديم تعليم يليق بأبنائنا الطلبة. وبالتالي إذا بدي أكون أنا دقيق ومنصف في هذه الناحية، كل جامعاتنا الوطنية تقوم بجهد كبير وجهد جبار في هذا اللي إحنا بنمر فيه، وهذا ظرف استثنائي. إلا أنه شوية يمكن جامعة البلقاء إحنا كنا عندنا خطط مسبقة بأنه نبدأ بعملية التحويل لمتطلبات الجامعة مع بداية عام 2022 إنها تكون تعليم عن بعد وبعض مواد متطلبات الكلية. فكان عندنا يعني بخطتنا الطبيعية إنه كنا إحنا مدربين مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية مع فرق فرنسية، فرق ألمانية من الجي آي زد، مع الصينيين، مع جامعة كامبريدج في بريطانيا. فكان عندنا هناك نواة موجودة في الجامعة. كنا مجهزين حوالي 220 قاعة بألواح تفاعلية ذكية مع مجموعة مع تجهيزات محترمة، حتى أنه لما يجي عام 2022 نكون جاهزين للانطلاقة. إلا أنه للأسف هذه الألواح وهذه الغرف المجهزة لم تستخدم بسبب حظر التجول، وبالتالي لجأنا وكان يعني هناك خطوة استباقية يوم 9/3 استطعنا أنه نلحق حالنا ونستأجر سيرفرات، 4 سيرفرات على الحوسبة السحابية من ألمانيا، وبالتالي هذا حتى أنه ما يصير في ضغط كبير على سيرفر الجامعة وبالتالي ما يتحمل ويغلق. وبالتالي هذه الخطوات كلها ساعدتنا. بنفس الوقت أنت تعرفي أنه الأول كم من يوم كان في شوية دربكة في كل الجامعات في موضوع التعليم عن بعد، وبالتالي استطعنا إحنا خلال أول 10 أيام ندرب حوالي 480 عضو هيئة التدريس على مايكروسوفت تيمز. وإحنا في التالي الآن يعني عندنا خيارات متاحة، مايكروسوفت تيمز، زوم، مودل، غيرها من الآليات اللي ممكن أنها تساعد أبنائنا الطلبة وتساعد أساتذتنا لإعطاء هذه الزخم من التعليم عن بعد. حقيقة هناك بعض المعيقات وإحنا تلمسناها. أنه أبنائنا الطلبة كان يمكن ما بيقدروش يشحنوا خطوطهم، وبالتالي كانت هناك توجيهات ملكية بالتسهيل على المواطنين الأردنيين ومنها أبنائنا الطلبة. فبالتالي لجأت الجامعات إلى شحن بطاقات أبنائنا الطلبة. إحنا في الجامعة يمكن امبارح أنهينا عمليات شحن حوالي 10 جيجا بايت لكل طالب، لكن للأسف هناك بعض الطلبة بتواصلوا معي امبارح، والسبب أنه إحنا مرتين، أول مرة قبل 25 يوم على أن حدثوا بياناتهم، وبالتالي لم يحدث البيانات العدد اللي إحنا مطلوب لنا. ردينا أعلننا لهم قبل أسبوعين وحدث ما يقارب 90% من أبنائنا الطلبة البيانات، اللي حدثوا بياناتهم عندهم تليفونات صحيحة، كلهم نزل لهم حزم نت سواء كانت من شركة أمنية ولا زين ولا أورنج. وبالتالي على حساب الجامعة دكتور الآن. عفوا، على حساب الجامعة هاي الحزم؟ على حساب الجامعة. ما شاء الله رائع. بنفس الوقت احنا أنشأنا بوابة خاصة لأعضاء الهيئة التدريسية، انه كل مدرس بمواده يشوف طلابه ويعمل معهم جروب، واحنا مشبوكة هذه على مركز التعليم والتعلم الإلكتروني او مع مديرة المركز، وبالتالي هي تراقب. بنفس الوقت احنا فتحنا بوابة نافذة لأبنائنا الطلبة، اي ملاحظة على الجهاز على من خلال مركز الحاسوب يحطوها واحنا بنحللها. انا على تواصل مستمر، لو بتشوفي كم الرسائل اللي تجيني من أبنائنا الطلبة على تليفوني بحولها لنواب الرئيس للعمداء،
لدينا خلية عزل يوميا نتلقى تقارير من كل الكليات من العقبة حتى إربد. ثاني يوم احنا بنجتمع بنحللها وين في خلل بنحاول باسرع ما يمكن نعالجه، سواء كان من نواب الرئيس، من العمداء المعنيين، مدير عميد كليه الذكاء الاصطناعي، عميد كليه الامير عبد الله بن غازي، مدير مركز الحاسوب، مديره مركز التعليم والتعلم عن بعد. وبالتالي هذه يعني احنا بدنا نكون قدها زي ما طلب مننا جلاله. والله انتم قدها يا دكتور، انتوا قدها يعني، ما نسمع شيء، مشرف جدا يعني جهد هائل، وهذا ببين يعني العمل المؤسسي اللي بتقوم فيه الجامعة وقدرتها ايضا على التكيف مع التكنولوجيا. يعني احكي لك احنا يمكن شوي جامعة ظرفها بيختلف عن كل الجامعات الاردنية، لانه احنا منتشرين على زيكم انتم في القوات المسلحة، منتشر على كل الارض الاردنية. لكن رغم الجهود اللي بقوم فيها اساتذتنا العظيمة والجبارة لإنجاح العملية التعليمية ولتقديم المعلومة لأبناء التعليم الذي يليق بأبنائنا الطلبة، تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة، إلا أنه خليني أحكي لك بصراحة، وأنتم إذاعة القوات المسلحة، هو لا يوازي الجهد الذي يقوم به أبناء الجيش العربي مع أجهزة الأمنية في الحفاظ على سلامة المواطنين وأمن الوطن ومقدرات هذا البلد. فبالتالي أنتم اللي بنوجه لكم الشكر، أنتم الجيش، أبناء القوات المسلحة، على الأجهزة الأمنية اللي ترفع لكم القبعات، وبالتالي أنتم الذي يجب أن تحترموا، ومع كل الاحترام لكل مواطن أردني يقوم بواجبه ويقوم بجهده في هذا المجال. يعني أنت حكيتها دكتور، كل شخص عم بيقوم بمسؤولياته ضمن اختصاصه، وما في حدا الحمد لله من الأردنيين النشامى عم بيقصر بهذا الدور. بدي أسألك دكتور، عن شغلة بس دقيقة دكتور طبعي. اسمح لي، موضوع يعني قدي عم بتوفروا للطلبة امتيازات، عم بتوفروا لهم تسهيلات، لكن بالناحية الدروس نفسها هل في مثلا إجراءات بتقوموا من خلالها بالتخفيف على الطلبة، إن كان من حيث الدراسة، إن كان من حيث الامتحانات، إن كان من حيث حتى الأجور أو المادة، يعني خلينا نحكي هي شيء مهم، يعني الأقساط يعني الجامعية. خليني قبل ما أبدأ لك بهذا الجواب، خليني كمان ما ننساش نوجه شكر خاص لكوادر وزارة الصحة على الجهد اللي بقوموا فيه، وهم مع القوات المسلحة خط دفاع رئيسي. نعم. إما إحنا بهذه الناحية في جامعة البلقاء كثير من التسهيلات التي قدمت لأبنائنا الطلبة، إحنا بهدفنا الآن أنه يصلهم التعليم الذي يليق فيهم، تصلهم حتى أنه يستفيدوا من هذا الفصل الدراسي. بعض التسهيلات على سبيل المثال، مجلس أمناء الجامعة أخذ قرار بإعفاء طالبات السكن في كلية الشوبك من أجور السكن لهذا الفصل الدراسي حتى نخفف عليهم وعلى أهاليهم. هناك بعض الإجراءات، إحنا في بعض الطلاب اللي ما كانوا دافعين الرسوم الفصل الثاني، إحنا بالتالي فتحنا لهم البوابات الجامعة، يعني أنه يستفيدوا من التعليم الإلكتروني اللي كانت شاشاته مغلقة، فتحنا لهم إياها حتى ما نحرم أي طالب من هذه الفرصة. لكن خليني أكون يعني دقيق معك، ما بتخلى هناك بعض الشكاوى على بعض الأساتذة، لأنه يعني وهي نسبة بسيطة جدا لا يتجاوز عدد أصابع اليد، وأنا يعني هذا وضع طبيعي جدا طبعاً. إنه القدرات تتفاوت من شخص لشخص. بنفس الوقت هناك طلابنا لما تتحدثي معهم، بعضهم يعني أنا على سبيل المثال حكيت على التلفزيون الأردني، أحد الطلاب تواصلت معه كان بشكي، بعدين قال لي يا دكتور أنا مشتاق أقراي. قلت له يا ابني ما دام إنك مشتاق أقراي بتمنى عليك ما تزعج زملائك الآخرين وبقية أبنائنا الطلبة. فلكن نعم. أنا ثقتي عالية جدا بأبناء جامعة طلابنا في جامعة البلقاء التطبيقية، بأنهم كلهم بدهم يتعلموا، كلهم بدهم يستفيدوا، وكل بذل جهده، وثقتي عالية بأساتذة جامعة البلقاء التدريسية، كل الشكر لهم بغض النظر الكل بحاول، ولكن القدرات تتفاوت، إنما إحنا نقوم بواجبنا تلبية لنداء جلال سيدنا، تلبية لنداء الواجب المملى علينا في جامعة البلقاء كبقية الجامعات، كبقية أساتذة الجامعات. أبنائنا أبناء الأردن يستحقون أكثر بكثير، وإحنا نستطيع أن نقوم بالمستحيل، لا نعرف المستحيل عندما تتوفر الإرادة وتتكاتف الجهود كلها مع بعض ونتكامل مع بعض. يعني هاي الشكاوى دكتور اللي تحدثت عنها عن الأساتذة شيء طبيعي، يعني هي شيء وارد حتى في الصفوف الدراسية الفعلية، فيعني بالعكس جهودكم مشكورة دائما. بالنسبة لموضوع دكتور امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، قمتم بتأجيلها للدورة الربيعية 2020 لإشعار آخر، هل تم التوافق على موعد جديد، وما الأسس اللي تعتمدوها لإقرار الامتحان؟
يعني امتحان الدرجة الجامعية المتوسطة بتعرف الدورة الربيعية هي أصلا في الأصل دورة استثنائية، وإحنا بنعقدها للتخفيف على أبنائنا الطلبة والتخفيف الضغط علينا في الجامعة في الدورة الصيفية عادة، وبنعمل حتى ما يكون في ضغط كبير. إلا أنه بسبب هذا الظرف الاستثنائي واللي إحنا يعني ما استطعنا نعقد الامتحان خلال له، الامتحان لازم يكون ينتهي بيبدأ ب 11 شهر السبت الماضي وبنتهي يوم السبت القادم، فبالتالي هذه ظروف استثنائية. حتى أنه نقلنا هذه الدورة وحندمجها مع الدورة الصيفية. الدورة الصيفية الآن إحنا ننتظر قرارات اللي حتصدر عن الحكومة، وتعرفي أنه إحنا الآن 32 جامعة أردنية لازم يكون في قرار موحد، سواء كان الامتحانات الامتحانات الفاينل امتحانات الجامعة، أيضا ما بنعرف متى حنعود إلى وضعنا الطبيعي في الدراسة في الجامعات، وهل يتم تمديد في هناك الكثير من الأسئلة، هل يتم تمديد الفصل الدراسي الثاني، متى حيبدأ الفصل الدراسي الصيفي، وبالتالي كلها هذه عندما يتم اتخاذ القرار المناسب فيها حتجتمع اللجنة العليا لامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة، وأنا رئيس هذه اللجنة، وحننظر في الوقت الأفضل المناسب لكافة أبنائنا الطلبة. ممكن نعقد بشهر 7، ممكن نأجله لشهر 8، لكن بوعدك أنه ما راح نضيع عليهم الفرصة اللي بدهم يجسروا إلا تكون النتائج صدرت ويقدروا يتقدموا بطلباتهم في الوقت المناسب للتسيير في الجامعات الوطنية. نعم. لكن بدي أستغل كمان وأطمن أبنائنا الطلبة، هناك عدد منهم قدم امتحانات العملي للدورة الربيعية، بقول لهم أنه علاماتكم امتحاناتكم اللي قدمتوها حفظت وتحفظ لكم، رسومكم حترحل، ما رح يضيع على أي على جهد أي واحد من أبنائنا الطلبة، على العكس إحنا معاهم منسهل عليهم، لكن بنفس الوقت بدنا نوازن ما بين جودة التعليم وما بين مصلحة الطالب من يعني من جهة، والكل حيكون بإذن الله رابح، وبهمنا أنه لما كلنا نربح الدولة هي بتكون رابحة في النهاية، فهذا قرار يعني بهمنا الآن مصلحة الدولة العليا، وإحنا كلنا أركان أساسية من سواء كان طالب ولا عضو هيئة التدريس ولا أي مواطن في أي مكان له موجود فيه، هو ركن أساسي في بناء الدولة، وبالتالي نجاح الدولة أهم شيء الآن في الوقت الحاضر. نعم. أن نخرج من هذه الأزمة سالمين، وكل الأمور تدريجيا تعالج إن شاء الله. إن شاء الله. وبالتالي كل شيء على حساب شيء، لكن التوازن هو المطلوب طبعا. يعني دكتور تجربتكم تجربة مشرفة، راعت جميع الأقسام والجهات المكونة للجامعة، وبنحكي لكم يعطيكم ألف عافية، وشكرا لك لكونكم مثال وقدوة للجامعات الأردنية. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي، شكرا لك.